عندي حلم بقى الصراحة. قولي يا حبيبتي. إيه، انا والدتي متوفيه، كانت مرات اخويا حلمت هي قاعده معاهم كده، هي واختين اللي هي اختين تانيين قاعدين معاها، بتقول كانت جلابيه جديده مش من اللي عندها يعني، وكلها ورد كده، جلابيه شكلها حلو يعني، وقاعده معاهم وبياكلوا بلح تمر بلح، يعني. الله، إيه، فهي ادت مرات اخويا نص كيس تمر كده، بسم الله ما ورجعت شاء خدت الله، منها 3 بلحات. الله هي اكبر. بتقول لها ليه يا ماما ما انت اللي مديهمني ومش عارفه ايه، وبتهزر معاها وكده، رجعت خدت منها 3 بلحات عنتهم. وبعدين مامتي بصت لاختي وبتقول لها انت مستخسره فيها ال50 جنيه بتاعت الشيبسي. فمرات اخويا بتقول انا هبعت اجيب لها على اساس ان هي عايزه، وبعدين تقول لا فهمت ان هي عايزه تبعتهم لبيت اختي شيبسيات وساعتها وكده. ايوه، فانا قلقانه من حته ان هي اللي عايزه، بتقول لها مستخسره فيها ال50 جنيه. لا لا لا، هي الموضوع ما فيهوش اي حاجه وحشه ان شاء الله، هي كلام عائلي يعني، في العيله عندكم كلام بين مامتك واخواتك، اخواتك وحد تاني من برضو من عيلتكو، ولان البلح ده يا ورث يا حاجه كده، فلوس كتير جايه لكم ان شاء الله، فيها رزق، رزق واسع قوي ان شاء الله. هي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، بس هيبدأوا يتحاسبوا، يحطوا حساباتهم قدام عينيهم، بمعنى ان هيبقى في تقسيمة، هم ليهم تقسيمة بينهم وبين بعض، والخلاف هيحصل هنا بس ان شاء الله، مش هيحصل نكد ولا مشاكل، هو شيء من الجدال يعني، هيحصل بينكم وبين بعض شوية كلام مش اكتر ولا اقل. يعني هي مش حاجة خاصة لا بماما يعني. لا يا حبيبتي، ومش حاجة وحشة ان شاء الله، وحاجة حلوة وجاي لكم رزق كتير. هي ماما عايشة يا توتا؟ لا ماما متوفية. الله ربنا يرحمها رحمة واسعة. يبقى الفلوس اللي جاية دي جاية من ناحية مامتك، يبقى ماما طالبة بعد الفلوس اللي هتطلع دي، والله أعلم، أو في عيلتكم في مبلغ هيطلع من حد، لازم تعملوا لها صدقة، لأن هي طالما قالت لك ال50 جنيه دي أنتوا مستخسرينها ايوه، هي فيا. اختي ديت ورثت فعلا بعد ما كان لها ورث وخدت وكده، تمام، هي وكلمتها. يبقى هي ماما عايزة إيه؟ عايزة صدقة. هي دلوقتي بتطلب منكم ان الحاجه اللي طالعه دي يا ريت ما تروحش كلها كده يعني هباء منصوره زي ما بيقولوا، لازم يطلع لها حاجه من ورا الشيء اللي هيطلع ده، وان شاء الله حد فيكم نشوف مين اللي هيطلع من نصيبه الورثه او النصيب او يعمل لها صدقه جاريه بمقدار، مش هنقول 50 جنيه، اكتر اقل الله اعلم، وربنا يدينا ويديكم الخير ان شاء الله. بس كده، هو ده كده اللي شافته الأستاذة. كل التمر يا جماعة في المنام حاجة حلوة قوي، التمر ده رزق، ولما بيبقى راتب بيبقى رزق مؤقت، بمعنى حاجة جاية لك من شغلانة على غفلة، وخلصت الشغلانة وخلص الفلوس، جات لك فلوس وخلاص والحمد لله، سواء كده ولا كده، هي فضل وعدل من ربنا. لكن لو حاجة جافة زي ما بيقولوا، اللي هي بينشفوها ويتركوها في مكان التخزين، ده بيبقى رزق دائم دائم، بمعنى انك انت مثلا لو عندك مبلغ من المال تقدر تحطه في بنك، او تحطه في بتاع ده، في رصيد يعني، عموما في اي مكان، وتقدر يجي لك منه شيء ما، رزق على جنب، بتحطه في تجارة، بتحطه في حاجة، وتقدر بعد كده تستفيد منه كل شهر من الفوائد بتاعته، او الحاجة اللي بتجي لك منه، يعني معناها حلو قوي قوي. وطبعا هي لازم تتصدق زي ما احنا ما قلنا، لازم تطلع صدقة، والصدقة دي تبقى لوجه الله خالصة، لان ده حق امهم عليهم، هي حقها وهي عايشة ان هم يبروها، وهي ميتة كمان لابد من بر الامهات والاباء يا جماعة، لان الناس نسيت الكلام ده دلوقتي، ودي حاجة يعني عملت مشاكل كتير في الدنيا وقلبت الدنيا، والفتن كترت بسبب ان احنا نسينا بر الامهات والاباء، نسينا حاجات حلوة كتير في حياتنا المفروض ان احنا نعملها من غير كلام، ومن غير ما حد يطلب مننا، حتى لو مش طالع لها فلوس، هي تفكر في امها، يعني ده واجب عليها، واجب عليها، لان دي امها اللي جابتها في الدنيا، وهي سبب وجودها في الحياة، والمفروض يكون ليها حق عليها، يبقى ابسط الحقوق لينا او علينا ان الابناء او الاولاد يبروا ابائهم وامهاتهم وهم عايشين وهم ميتين.